السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم اليوم معي في وصفة جديدة إن شاء الله. وصفتنا اليوم فهي عبارة عن باكلافا بحلة جديدة، هي بسيطة وسريعة حتى في التحضير. كل ما نحتاج من طبيعة الحال هو نصف كيلو من اللوز، هو مسحوق أو مطحون بهذه الطريقة. كذلك أحتاج لملعقة ونصف من القرفة، نصف ملعقة من الجوزة أو جوز الطيب، كذلك المستكة أو المسكة الحرة مسحوقة مع قليل من السكر، زبدة، ومن طبيعة الحال فينو ضوء. والآن جزء لطريقات التحضير. يا بسم الله، والآن نبدأ باللوز. كل ما نحتاج نوضع له القرفة، ثم الجوزة أو الجوز الطيب، المستكة أو المسكة الحرة، كذلك نضيف له 3 ملاعق من الزبدة دائبة، ونخلط الأشياء كلها مع بعض. والآن الخليط تاعنا أصبح جاهز. والآن نأتي بمنديل مبلول، فيلو ضوء، أنا دائما تستعمل رقم 4، وكما تشوفوا غادي نحاول نقطع الفيلدو على نصفين، وهكذا نحتفظ بها في المنديل المبلول باش ما تتكسرش ونضعها جانبا. كذلك اتي به سمية الفرن، ثم نأتي بنصف ورقة من الفيلو. صراحة أنا باغاها بحجم صغير، يعني غادا ناخد النصف فقط. ثم أوضع قليل من الزبدة، ونرصها في صينية الفرن. تجمعوا هكا، تتلفوا بها هكذا، وهكذا أستمر حتى نخلص الباقي. ورقة ثانية،
والان غنعمل معكم طريقه اسهل. والان بعد ما خلصتها يبقى لي الان الا نوضع عليها الزبده من فوق. حاولوا توضعوا الزبده على الكل لان الزبده هي اللي تساعدها باش تحمر وتجي مقرمشه. والان بعد ما خلصتها والان ما بقى لي الا نوضع في الفرن. انا سبق لي وحطيته على 250 وبعد ما نطلعها من الفرن نلتقي. والان بعد ما طلعتها من الفرن لجل سخنه نوضع عليها العسل. يعني الأغلبية يوضعوا عليها الشير أو عسل الماء والسكر، ولكن أنا تنفضل العسل الطبيعي من الأحسن. تتعرفوا في رمضان معسلات كثيرة، يعني نحاولوا نقص شوية من السكر، فلهذا أنا تستعمل العسل الطبيعي عسل النحل. كما تشوفوا والان غادي نحاول نزينها بالبيستاشيو. وبعد ما نخلص تزيينها نتركها تبرد ونلتقي في التقديم النهائي. وهذا هو التقديم النهائي تاعنا، كما تشوفوا شكلها جميل ومذاقها ايضا. نتمنى انها تعجبكم وتلذ على خاطركم، ونكون انا خفيفه على قلبكم، ونتلاقى معكم في وصفه جديده ان شاء الله. رمضان كريم والسلام عليكم.